اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه من برنامج كلام في الميديا، وحديث اكتر بقى عن المباريات في الفتره الاخيره، وحديث عن المرحله القادمه، وفي امور ناقشتها معاكم في الاخبار المحليه والعالميه بالتاكيد هنعيشها النهارده مع ضيفنا الناقد الرياضي الاستاذ وليد عبد السلام. ازيك يا وليد، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، سعيد ان انا معاك النهارده. الله يخليك يا وليد، انا اسعد. الله يخليك. اولا نبدا الكلام معاك بمباراه الاهلي والحرس بالامس. تمام. الصحف النهارده كلها بتتكلم عن فكره الاداء الدفاعي والشق الهجومي وتغييرات فايلر واداء طارق العشري، وحتى في بعض الصحف راحت للعناوين اللي فيها سجع، يعني التسديدات البعيده الاهلي 100 100 قدر يعمل العمل كامله والحصد الست مباريات ب 18 نقطه. شايف الصحف اهتمت بالامور دي والمباراه كان فيها اكتر من حاجه تانية، ولا شايف التصريحات والدنيا كانت ازاي بعد الماتش؟ والله انا شايف ان في البدايه انا شايف انه مش مباراه امبارح بتاعت حرس الحدود بس الاهلي ممكن يعاني فيها او يتاخر او يعني في فوزه فيها، لان كل الفرق دلوقتي خلاص عارفه ان الاهلي نازل او ان الاهلي نازل الهدف بتاعه مش انه يحقق بطوله الدوري بس، لا الهدف بتاعه كمان انه حطم ارقام قياسيه، انه يغير شكل، انه يغير المدرب بتاعه، عايز يعمل اداء وشكل وعايز يرجع بالصوره للاداء اللي هو بيعجب الجمهور، مش مجرد ان انا اخد 3 نقط من المباراه فقط. فتبص تلاقي كل الفرق نازله يعني بتتمنى انها تحصد نقطه، ولو خرجت بنقطه من المباراه بتحس ان هي كسبانه يعني. فعشان كده طبعا كنا شايفين امبارح المباراه تكتل دفاعي، والنادي الاهلي كله في وسط ملعب نادي حرس الحدود او على حدود منطقه جزائه، لكن في حلول، في حلول. احنا شفنا امبارح الطرفين بيلعبوا، شفنا امبارح السترايكر، شفنا الشادو سترايكر، شفنا التسديدات من بعيد، شفنا الحلول كلها. فده معناه ان الراجل مش بيستسلم، الراجل عنده حلول كتير، الراجل بيشيل لعيب مدافع ويحط لعيب مهاجم، بيشيل واحد عنده واجبات دفاعيه فقط ويحط واحد بداله عنده واجبات هجوميه، فمجازف حاطط عينه على المباراه بيقول لا انا مش هخرج من المباراه غير بال3 نقط يعني، وده يعني مأثر كمان على او ده حاسينه في الروح والحافز اللي بينزل بيه اللعيبه. اللعيبه برضو يعني معلش قبل فايلر او في مع مدربين سابقين هم دول نفس اللعيبه، احنا ما فيش لسه الدنيا ما اتغيرتش، ولكن الحافز، الحماس، الروح، لمسه المدرب، كل ده شغل المدرب. كل ده شغل المدرب، ما هو المدرب والجهاز كمان اكيد. احنا بنتكلم على المدرب كنايه عن الجهاز الفني بالكامل يعني. الراجل معاه مساعدين على اعلى مستوى يعني. فانا شايف ان اللمسه الطابع بتاع المدرب هو اللي بدا يرجح كفه النادي الاهلي قدام اي الفرق. بس شايف برضو ان النادي الاهلي مش مباراه الحرس بس اللي هيواجه فيها التكتل الدفاعي او الكتل الدفاعيه الخرسانيه دي. ما هو ده السؤال اللي جاي، ولكن هل ستتكرر؟ هتتكرر كتير. انت يعني لو بصيت على المباريات اللي ممكن النادي الاهلي ينزل فيها مفتوح او يلاقي فيها الملعب مفتوح، مباراتين او 3 يعني، ممكن مباراه الزمالك، ممكن مباراه بيراميدز، ممكن مباراه الاسماعيلي الى حد ما، وهكذا. ممكن برضو شويه مباراه المصري الاتحاد دجله، عشان اداء او عشان طريقه لعب وادي دجله كده يعني. خلي بالك طريقه لعب وادي دجله هي نفس طريقه لعب حرس الحدود، بس بتختلف في ايه؟ ان وادي دجله بيطلع بالكوره من تحت لفوق، بيطلع بيها من تحت لفوق جماعيه. دجله زي الحرس؟ انا هقول لك الفرق. تمام. الفرق انه دجله بيطلع بالكوره من تحت لفوق، بيمشوا اللعيبه مع بعض من تحت لفوق زي الموجه. بيتحركوا مع بعض، لكن الحرس بيرمي الكوره من تحت مره واحده لقدام. هي الكره الطويله بس، عشان كده خلاص اخر لعيب وخلاص يعني، يعتبر بيشتت. فهي بس برضو زي ما بقول لك، وادي دجله بيحاول برضو يقفل الدفاع بس بيطلع زي الموجه لقدام، الا ان الحرس هو الكتله الدفاعيه وبتلعب لقدام الطويله بس. هل الدرجات دي الاهلي في اول 5 مباريات او المباراه اللي فاز فيها ب3 و4 و5 ادت جرس انذار لكل الفرق ان اللي هيلعب مع الاهلي بطريقه مفتوحه او باداء هجومي او اداء متزن ممكن يكون مصيره 4 اهداف و5 اهداف؟ المدرب. الفرق في المدرب. الناس مش باصه على الاهلي كلعيبه، الناس باصه على الاهلي كجهاز فني. تمام. بص كده، قارن مثلا، لو قارنا مثلا مع نادي الزمالك. نادي الزمالك لما ميتشو مسك كسب اول ماتش والتاني، وبعد كده بدات النتائج ايه؟ تتراجع. فبدات الناس خلاص تلعب على الزمالك
زيه زي اي فريق، يعني اي فريق بيقابله بيلعب زيه زي اي فريق. لكن انت دلوقتي النادي الاهلي، احنا شفنا التجربه بتاعت امبارح، الحرس نازل نازل مقفل دفاعي، نازل عارف بيلعب انا نازل اخد نقطه، انا لو خدت النقطه دي انا كسبان، ولو خسرت اخسر بهدف بالكتير، ده بالكتير، وهو خد اللي هو عايزه يعني. بالظبط. فهو خد اللي هو عايزه، فده زي ما بقول لك الناس عملت كده لان الناس باصه على المدرب. الفرق ان المدرب كسبان كل الماتشات بتاعت النادي الاهلي في الدوري، فهم عارفين المدرب ده موجود، فالنادي الاهلي نازل خلاص ناوي على المكسب، ناوي على تحطيم رقم قياسي. طيب. ناوي على شكل معين في الملعب. ماتش امبارح ده اداني مدلول ان اللي حصل في 2005 2006 مع مانويل جوزيه كانت الفرق وقتها من 13 سنه بتلعب بنفس الشكل، ما كانش الحرس بس، ده كل فرق الدوري. بل بالعكس، يمكن كان الحرس كان اداؤه مختلف عن مباراه الامس، لان الحرس كان ساعات بيعمل هجمات مرتده وكان عنده امكانيات لعيبه تقدر تنفذ ده. مظبوط. لكن هل تعتقد ان الدوري السنه دي هيرجع بينا 13 سنه ورا بعد ما مانويل جوزيه دخل كره حديثه وعمل كره سريعه والدوري تغير اداؤه بعد هذا الموسم 2005 2006؟ هل ممكن نرجع تاني 13 سنه ورا بسبب ان الفلسفه بتاعت الاهلي هجوميه فالكل خايف من الشكل ده؟ هي احيانا هتكون في مباريات الاهلي بس، احنا ما بنتكلمش على الدوري ككل، لان الفرق دي برضو اما بتلعب بعضها بتلاقي الدنيا مفتوحه شويه يعني. بس انا احنا لو اتكلمنا على مباراه الاهلي، هتبص يعني زي ما بقول لك كده، هتبص تلاقي مباراتين او ثلاثه او اربعه بالكتير اللي هتلاقي الملعب فيهم مفتوح، هتلاقي فيه تبادل هجمات ما بين الفريقين، او هتلاقي مثلا هجوم على مرمى النادي الاهلي بشكل كبير، ده مش هتلاقيه غير ثلاث اربع مباريات خمس مباريات بالكتير جدا. تمام. في مباريات الدورين بتوع الدوري. لكن هتبص تلاقي مثلا، بص على نتائج الفرق بتاعه الدوري، هتبص تلاقي مثلا الثلاث اربع فرق، الثلاث فرق اللي صاعدين اسوان ونادي مصر طنطا. طنطا الفرق دي بتعمل نتائج كويسه، يعني الفرق دي مش مثلا مش نازلين مش جايين من الدوري المنبه بيخسروا ثلاث اربع ماتشات، لا امبارح اف سي، انت امبارح اول امبارح اف سي مصر مع الاسماعيلي، خسران بجون برضو بالعافيه. طنطا النهارده مع الانتاج الحربي، طنطا النهارده برضو خسران من الانتاج الحربي بجون في الثواني الاخيره وبالعافيه. بس لو جيت قبل كده يعني مثلا الجوله دي هم الاثنين خسروا، بس قبلها تعادلات تعادلات تعادلات، وقدام فرق كويسه يعني طنطا كسبان وادي دجله في اول مباراه ليه في الدوري، اسوان برضو عامل مباريات كويسه جدا، سواء يعني كل المباريات. فاحنا ادينا مثلا بالثلاث فرق اللي صاعده، وما بنقولش مثلا ان هم ايه كسبوا، لا احنا بنتكلم في تعادلات. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم مأمنين دفاعيا كويس، او الجهاز الفني بتاعهم بيأمنوا بيبداوا خطتهم بالتأمين الدفاعي بشكل كويس، بعد كده بيحاول يفكر في الهجوم او بيحاول يفكر في خطف هدف يرجح كفته، ان ما كانش يبقى هو خارج بالتعادل. فايلر لسه عنده مفاجآت؟ بالتأكيد في مفاجآت. يعني انا من وجهة نظري انه المفاجأة اللي هنستناها من فايلر في الانتقالات الشتوية. يعني طبعا احنا خلاص موضوع كهربا اتحسم، انا سامعك طبعا قبل الفاصل بتتكلم على الجرايد والفرق ان ده بيتكلم في مين هيجي ومين هيمشي والكلام ده كله. يعني طبعا معروف ان النادي الاهلي عنده مكانين. مظبوط. فانت دلوقتي جبت كهربا، تفضل لك مكان، والراجل ناوي ان هو راس حربه، ما اعلنش. اهم حاجه بالنسبه له هو ما اعلنش، بس يعني انا بدقيق. بالظبط. انت معاك حق. امبارح قال لك الراجل قال احتياجاته بس في الغرف المغلقه. بالظبط. وما حددش مين اللي هيمشي. انت حتى الان. بالظبط. ما حددش. وانا اقول يعني ممكن اقول لك على مفاجاه. وانت ليه تمشي؟ انت ليه تمشي؟ انت ممكن ما تمشيش حد الا لو جبت لاعب افريقي، طبعا ده هيبقى ايه؟ لازم هيستبدل طبقا للائحه يعني. لازم هيستبدل. ولو في الحاله دي هيبقى اقرب المستبدلين هو جيرالدو. برضه ما اعلنش. ما احنا بنتكلم بقى ايه في تكهنات. أكيد. بلاش أكيد. بلاش مثلا معلوماتك. بلاش نقول عن مصادر معينه، بس تمام. نعتبرها تكهنات. تمام. لو في مهاجم افريقي او لاعب افريقي جه النادي الاهلي خلال الانتقالات شويه، فهيكون بديلا عن جيرالدو. طب انت مش مندهش من حاجه؟ وانا حتى وضعتها استساؤل. بقالي فترة بشوف الجرايد والصحف، واحنا في المجال واحد يعني بالتأكيد. تمام. وعارف بالتأكيد ده أهم حاجة، الصحفيين والزملاء كلهم بيهتموا بالجزئية دي، لأن دي الأكثر قراءة بالنسبة للمشاهد. الأهلي عامل نتائج في الدوري ممتازة،
ست مباريات ب 18 نقطة. 18 نقطة. أعلى نسبة أهداف ما اتكررتش حتى في موسم 2005 2006 اللي هو كان موسم تاريخي. مظبوط. ومع ذلك وأقل نسبة أهداف بتيجي. وأقل نسبة أهداف دخلت مرمى، ومع ذلك وفي استقرار فني كمان من الجهاز الفني. مظبوط. لكن مع ذلك كل الصحف وكل المواقع لا حديث بالنسبة لها إلا عن انتقالات اللعيبة في الأهلي. والانتقالات اللي لما الحديث عليها كبير قوي كده تعرف إن في خلل أو في مشكلة أو محتاج تدعيمات. مش مستغرب من ده. أنا بقول لك بص، هو طبعا دايما الناس بتدور على النجم أو على الأبرز عشان تتكلم عنه. ما هو أنت برضو إيه الشعبية يعني صاحب الشعبية الأبرز، صاحب الـ 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 النجومية الكلام ده. لكن أنت اللي أنا عايز أكده لك أنه يعني إحنا قريبين جدا، أو الجهاز الفني للنادي الأهلي قريب جدا من أنه ما يمشيش حد. يعني غالبا ممكن اتنين لعيبة اللي جاي لهم عروض، يعني لو ذكرنا بالاسامي ممكن يبقى قصدك حسب العروض اللي ممكن تيجي فبناء عليها بالظبط يعني. ممكن يبقى عندنا حسين السيد، ممكن يبقى عندنا عمار حمدي، دول اقرب اتنين ممكن حسب العروض اللي جاي لهم، لانه مش جاي لهم عرض من النادي واحد، ده كل واحد فيهم جاي له عرض من اكتر من نادي. فالاثنين دول اللي ممكن يمشوا يعني برغبتهم اذا راى فايلر ذلك، اذا طبعا وافق فايلر على كده. لكن طبعا برضو يعني لسه الامر ده برضو، لكن هو الراجل عايز يمشي حد، الراجل مش عايز يمشي حد، الراجل مستقر على المجموعه اللي معاه ومبسوط بيهم، وشايف ان هم دول هيقدروا يحققوا طموحاته واهدافه. ده استخدم 95% من القايمه. ما ده بالظبط. احنا يعني غالبا ما فيش غير الثلاثه لعيبه، الاثنين دول وعليهم صالح جمعه، هم دول بس اللي ما اشتغلوش مع الراجل، ومحدش عارف اللي جاي ممكن يبقى يعتمد عليه في مباراه ثانيه. ممكن يشغلهم طبعا. بالزبط. اكيد يعني بالظبط كده. طيب تمام. طيب دي جزئيه مهمه جدا، مباراه الاهلي والحرس والانطلاقه والدوري. في جزئيه مهمه جدا كمان متعلقه بالدوري العام في الفتره اللي جايه. قريت اخبار في المواقع المحليه والعالميه، جمهوريه اونلاين بتتكلم عن 16 مليون جنيه تحدد موعد تطبيق تقنيه الفار في الدوري الفتره الجايه. هل عندك معلومات على موضوع التقنية في الفترة الجاية؟ الاتحاد بيفكر في الأمر ده إزاي؟ لأن الاتحاد بيقول موضوعات وبيتكلم في تفاصيل وناسي أهم تفصيلة، اللي هي تدريب الحكام. طيب أنا هديك تفاصيل مهمة في الموضوع ده. أنت اتكلمت، أنت يعني طرحت الموضوع بشكل كويس بشكل صح، أنه إحنا موضوع الفار ده مقسوم لشقين. الشق الإداري اللي هو التعاقد مع الشركة اللي هتطبق المنظومة دي. تمام. في مصر الشق ده كل الناس فاهمة أو شايفة أنه في الشركة الأسبانية اللي طبقت الفار في بطولة أمم أفريقيا، أن هي دي خلاص حسمت الموقف، أو هي أقرب لأن هي تطبق الفار في الدوري. لا، أنا بقول لك اتحاد الكرة وصلوا أربع عروض، وصلوا عرض من الشركة الأسبانية، وصلوا عرض من شركة ألمانية، وصلوا عرض من شركة إنجليزية، وصلوا عرض رابع من شركة إيطالية. الشركة الإيطالية دي أقلهم فهم مستبعدينها. هم بيقارنوا ما بين الثلاث عروض بتاعة الشركة الأسبانية والألمانية والإنجليزية. هم طبعا بيقولوا إن احنا بعتنا للفيفا او للمندوبين بتوع الفيفا اللي في زياره دائمه لمصر عشان برضو يسترشدوا بيهم وياخدوا رايهم. هم برضو ما بيحسبوش، ما بيقارنوش ما بين الثلاث شركات دول ماديا بس. هو انت بتقارن العرض نفسه، يعني في شركه تقول لك مثلا انا هديك 16 كاميرا في الملعب، الشركه الثانيه تقول لك لا انا هديلك هحط لك في الملعب مثلا 10 كاميرات، في شركة تالتة تقول لك مثلا هحط 12 ودرون. فتبص تلاقي هم المقارنة الأول فنية في الأساس، المعيار في الأساس المعيار الأساسي رقم واحد الفني، المقارنة الفنية اللي هتحقق هم ما عندهمش بشكل إيجابي. بالظبط. هم ما عندهمش حد فني، يعني اتحاد الكورة ما فيهوش منظومة إعلامية. يعني خلينا نتأكد، بس لجنة الحكام تقدر تقيم ده؟ لا لا. ليه؟ ده الشق التاني بقى اللي أنا جاي لك فيه، إنه مين المسؤول عن لجنة الحكام؟ كابتن جمال غندور بعيد نهائيا عن موضوع التعاقد وما يعرفش أي شيء خاص بيه. كابتن جمال غندور واخد الموضوع يعني مختص فقط بشق التدريب، وهو قايم بيه على أكمل وجه. تدريب مين؟ تدريب الحكام على التقنية؟ على التقنية دي. إمتى وفين؟ المفروض إن في بعض الحكام سافروا خلال الفترة اللي فاتت، والمفروض ان في دورات تدريبيه هتبدا خلال الفتره اللي جايه، هتبقى هنا في مصر. الدورات دي
هتبقى طبعا تحت اشراف الفيفا. ما بالظبط تحت اشراف. ما فيش حد هنا اصلا يعني دارس الموضوع. ما عندكش غير اثنين، جهاد جريشه ومحمود ابو رجال. بالظبط. فالدورات دي هتبقى خلال تقريبا الفتره اللي جايه، هم مستنيين بس يعني بيرتبوا امورهم مع الفيفا انه خلاص يعني ممكن في خلال اسبوع اسبوعين تبدا الدورات التدريبيه دي. كمان هيدي الكابتن جمال الغندور، احنا بنتكلم بقى في شق التدريب، انه هيبقى في الحافز بتاع الحكام هيزيد، لانه طبعا مش هيبقى زي الاول، مش هيبقى مهمته بس مقصوره على تحكيم المباراه، لا ده في حاجات بتزيد يعني. هيبقى في شروط انه لازم الحكم عشان يعتمد لازم يبقى واخد الدوره بتاعه الفار، لان ده برضو هتبقى حاجه اساسيه عند الحكام يعني. فكده احنا اتكلمنا في الشقين، الشق الاداري والشق الفني. لكن عايز اكد عليك ان الشق الاداري حتى الان لم يحسم اتحاد الكوره مصير الشركه اللي هتطبق الفار في مصر. طب احنا هنشتري ادوات ولا الادوات دي من خلال الشركات هتبقى مؤجره؟ الشركه هتيجي بكل حاجه، يعني انت هتتعاقد مع شركه كتاجير ولا كشراء؟ لا مش 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 شراء، انت ما بتشتريش، انت شركه زي بالظبط كده مثلا ايه الشركه الراعيه لاتحاد الكوره. الشركه بتيجي بتقول لك انا خلاص انا هرعى اتحاد الكوره لمده 3 سنين او هرعى اتحاد الكوره لمده 5 سنين. هي بتيجي بكل ادواتها، بتعمل كل حاجه. مظبوط. كل ما هو محتاجه تطبيق الفار هي المسؤوله عنه، هي اللي هتجهز الغرف، وضع الكاميرات، هي اللي هتجهز، هي اللي هتجيب الكاميرات، هي اللي هتجيب الكابلات، هي اللي هتحط هتحدد الاماكن، هي اللي هتختار الملاعب. يعني احنا محددين 6 ملاعب عشان يتطبق فيهم وفي كاس الامم بتلعب عليهم، اللي هم اتلعب عليهم في كاس الامم. لكن الشركه برضو ليها صلاحيات ان هي ممكن تقول ده ينفع وده ما ينفعش. ممكن الشركه الاسبانيه دي شافت ال6 ملاعب واشتغلت عليهم. بالزبط. ممكن لو الشركه الالمانيه او الانجليزيه ممكن تشوف ان واحد فيهم ما ينفعش، ممكن تشوف واحد تاني من بعيد خالص ده ينفع. طيب وهكذا. عندهم 3 شركات و3 عروض، هم مختلفين على الاختيار ولا محتاجين حد خبره يقول لهم افضل اختيار، ولا هم متفقين على شركه بس بيعملوا الاطار القانوني بتاعها؟ هم اولا ما عندهمش حد عنده درايه او عنده خبره بموضوع الفار. ده احنا بنتكلم على الـ5 اللي هم اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد. مظبوط. ما حدش فيهم ولا حد في اي لجان اتحاد الكوره عنده خبره في التعامل مع الفار. احنا بنستبعد من النقطه دي لجنه الحكام. لان الكابتن جمال الغندور ده في مكالمه ما بيني وما بينه قال لي بص انا بعيد نهائيا على الموضوع الشركة. ده انا بشتغل فني، انا بدرب حكام وبس. بالظبط. لكن هم انت سالتني بقى هم مستنيين ايه؟ هم مستنيين قرار من يعني ايه ممكن تقول استعانه بصديق. الاستعانه بصديق. هي محتاجه استعانه بصديق؟ أمو حذف إجابتين قبل كده. لا في بعض المسؤولين في اللجنة الخماسية على علاقة وطيدة ببعض المسؤولين السابقين في مجلس الإدارة السابق من اتحاد الكورة. يعني تقدر تقول كده انه كل كبيره وصغيره يعني عشان تمشي لازم بياخدوا رايهم الاول يعني. طب انا اسمعها او بيحاولوا يعرفوا من يعني ياخدوا خبراتهم يعني. طب انا اسمعها في موضوع اللائحه في راي فني متعلق باختيار مدرب، لكن في تطبيق التقنيه مش محتاجه، يعني مش محتاجه في كل حاجه. في كل حاجه؟ في كل حاجه، كل ما يخص اتحاد الكوره ما زال يديره بعض المسؤولين السابقين. غريبة. أنا على فكرة أنت مش أول واحد تقول المعلومة دي، ده كذا حد كان معايا خلال الأسبوع اللي فات وأكد نفس الكلام. طبعا. يعني معنى كده بس الموضوع واضح وصريح. طب يعني هدي لك مثل بسيط، أنت أكيد قريت موضوع مثلا لائحة اتحاد الكورة أو موضوع الجمعية العمومية بتاعة اتحاد الكورة. يوم تقرا بس مش هقاطعك والله في الكلام، بس قريت نقطة بصراحة ضحكتني. لأن احنا في المجال ده بقالنا سنين. أكيد. يقول لك إيه، الفيفا بيقترح تقليص العدد ل9 أعضاء. هم مين الفيفا اللي بتقترح؟ الفيفا ما بتقترحش. وفي برضه بمناسبة ده يقول لك الفيفا بتقترح إنه الإعلاميين ما ينزلوش انتخابات اتحاد الكورة. الاعلاميين اللي هم مذيعين ولا محللين؟ ما اتقسمت بقى دلوقتي، قال لك المحلل ما يتحسبش اعلامي والمذيع يتحسب اعلامي. تمام. فانت يعني لو دورت اولا مفيش حاجه اسمها في الفيفا الكلام ده. طب احنا ليه الفيفا مثلا او الراجل اللي في الفيفا او السيده اللي في الفيفا قالت ان احنا ممكن نقترح استبعاد الاعلاميين من انتخابات اتحاد الكره؟ في قواعد اساسيه للفيفا، ده دستور اساسي. طب وليه ما قالتش مثلا نستبعد المهندسين ولا نستبعد الدكاتره او مقعد المراه؟ ومفيش مقعد مراه.
ما فيش الكلام ده. دي قواعد داخلية عندك بالظبط. الحاجات دي كلها لائحة داخلية انت يعني المفروض تخصك انت، ما تخصش اي حد. طب هي في لجنة مشكلة من اللجنة الخماسية لا لعمل اللائحة؟ لا، هي اللجنة مختصة. هي اللجنة الخماسية هي هم برضو ما زالوا بيناقشوا ان هم يدعوا لجمعية عمومية. طبعا اقرب جمعية عمومية انت عارف اللجنة دي اخرها هتبقى شهر 7 قبل طوكيو. المفروض الجمعية العمومية تبقى اما في 8 اما في 9 اما في 10، فهم بيحاولوا يدعوا لجمعية عمومية طارئة قبل ما يمشوا عشان يعتمدوا اللائحة او عشان يسمعوا مقترحات. هم بعتوا اوريدي للأندية عشان يبعتوا لهم مقترحات للائحة الجديدة، لكن هم يعني عايز اقول لك هم مختلفين، كل واحد بيدور على الجزء اللي هيخدم مصالحه. انا اسف ان انا بقول الكلام ده، اللي هيخدم مصالحه فيما بعد ما يمشي بعد شهر 7. دي مش اللجنة مش لازم انتخابات؟ ما انا بقول لك بقى فيما بعد ما يمشي في يعني هيبقى في مصالح بعد كده. انت عندك كواليس وتفاصيل كتير جدا. طب نتفائل بالمرحله الجايه ولا الكواليس اللي عندك ما تدعوش للتفاؤل؟ والله يعني انا شايف انه المرحله الجايه الدنيا لسه زي ما هي، الدنيا ممكن تبقى أسوأ من اللي قبل كده. معقول؟ اصل الناس بعد بطوله الامم كانت بتتوقع اللي جاي هيكون افضل واحسن. ما انا بقول لحضرتك اللي جاي ما جاش. اللي جاي ما جاش. اللي جاي ما جاش. اللي جاي هو لسه بتاع اللي فات. لسه بتاع اللي فات. وليد بيقول كلام ما بين السطور بس مفهوم. طيب اللجنه الخماسيه بتفكر في تخصيص مكافاه لبطل الدوري، هو احنا الدوري من 48 لغايه دلوقتي، او بلاش 48. اخر 10 سنين الناس مش عارفه بطل الدوري بياخد كام؟ لا. ولا بطل الكاس؟ ولا بطل الكاس. طب اقول لك على مفاجاه. مين فاز بالسوبر؟ انهي سنه بالظبط؟ السنه اللي قبل الماضيه اللي هو اتلعب من حوالي شهرين ثلاثه. واحنا اصلا يعني خلي بالك انت السوبر كله داخل في بعض. ما تدخلنيش في كواليس دلوقتي. سوبر 2018 2019 المفروض هيتلعب الفتره الجايه سواء بين الدورين او بعد الدوري. تمام. خلينا في السوبر اللي قبليه 2017 2018 اللي فاز بيه الاهلي على الزمالك. الاهلي. تتخيل ان السوبر اللي قبليه اللي كان بيتلعب في الامارات كان الاهلي لما بيفوز بالبطوله او اي نادي اخر كان بياخد مكافاه. بالظبط. السوبر الاخير ما كانش فيه فلوس. لا انت كده جبت حاجه اهو من الكواليس برضو يعني من ضمن الشغل اللي بيتظبط يعني. بعد ما اترفع قيمه الفلوس السوبر الاخير ما كانش فيه ولا مليم ولا طلع اي حاجه من الاتحاد للاسف يعني. طب ازاي؟ للاسف بص هو الاتحاد يعني زي ما احنا قلنا احنا كنا بنحاول ان احنا نتفائل انه هيبقى فيه وجوه جديده او فكر جديد او طبعا احنا يعني مش عايز اقول ان المجلس السابق كان مثلا وحش او كان كله وحش او كان كل واحد ليه ايجابياته وسلبياته. بالظبط. كل واحد عنده ايجابياته وعنده سلبياته. ولو مسكت واحد هتقدر تقول ده كان كويس وده كان وحش، تقدر تحكم عليهم واحد. لا مش عايزين نحكم جماعيا يعني مش عايزين نقول ان السيئه تعم يعني هي السيئه عمت بس احنا مش عايزين نقول ده يعني. لكن للاسف هي نفس الوجوه او نفس الشخصيات هي اللي بتجهز نفسها للانتخابات. المصالح الانتخابيه هي اللي بتضغى دلوقتي. مش في بند 8 سنين؟ ما بقاش هيبقى 12. هيبقى 12 عشان لو عدى 8 ينزل الدوره الجايه. ما انت عندك التفاصيل اهو. لا ما هو معناه كده، اصل في ناس كانت 8 سنين في نهايه الدوره الاخيره. لو الثمانيه زي ما هم مش هينزل الانتخابات الجايه. لو زودناها ل 12 يبقى ينزل الانتخابات الجايه. هيبقى 12. 1 زائد 1 يساوي 2. هيبقى 12. واضحه قوي. هيبقى 12. ما فيهاش فيفا دي بقى، دي لائحه داخليه. ما شفت بقى اشمعنى يعني دي بقى لائحه داخليه؟ اشمعنى بقى؟ هي قصه موائمات. طيب عايز اروح معاك لجزئيه ثانيه مهمه جدا. والاهلي فتح ملف التحكيم الافريقي خلال الفتره اللي فاتت ودخل في تفاصيل مهمه جدا، مش فكره خطا تحكيمي او قرار تقديري او خطا حتى في تطبيق نص القانون، لا فكره التعيين نفسه. حكم مباراه الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي حكم بروندي اسمه جورج جاتو، ده حكم مميز جدا دولي منذ عام 2015. تمام. عنده 31 سنه، ادار افتتاح كاس الامم تحت 23 سنه بين مصر ومالي، دولي هو عنده 27 سنه. تاريخه في القاره الافريقيه خلال الفترات الاخيره ماشي بشكل كويس في التصفيات عكس الحكم البوتسواني. هقول لك على الحكم تفاصيل ثانيه واخد رايك ملف التحكيم الافريقي، لكن اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل اسمع حديث وراي الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي في هذا الموضوع، لان عندي مفاجاه مهمه جدا في مساله التحكيم الافريقي وازاي حكم في افريقيا قوي واسم كبير ممثل في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي وملوش دور في الاتحاد الافريقي. بعد الفاصل نتابع هذا الموضوع.
اهلا بحضراتكم من جديد، وفي تواصل بالتاكيد مع الاستاذ وليد عبد السلام الناقد الرياضي، وحديث عن التحكيم الافريقي وحكم مميز سيدير مباراه الاهلي وبلاتينيوم في القاهره. لكن بالتاكيد كمان مهم جدا بعدها نعرف مباراه العوده مين الحكم الافريقي اللي هيدير المباراه، وعايزين نفس الحكم يكون حكم متميز، حكم مصنف، تكون هناك حياديه وعداله سواء في مباراه الذهاب في القاهره او حتى مباراه الجوله الرابعه والعوده في زيمبابوي. تعليق على هذه الجزئيه واختيار هذا الحكم، حكم صغير في السن، دولي، ليه تاريخ طويل في الفتره الزمنيه القصيره عكس الحكم البتسواني جوشوا بادو. بص، هو التعليق السريع على النقطه دي هو تفسير واحد بس. النتيجه دي جت نتيجه ضغط من مجلس اداره النادي الاهلي، لازم نخلع له القبعه او نرفع له القبعه، لان ده مش اي مجلس اداره بيعمل كده. احنا ممكن بنشوف مجالس ادارات انديه فرقتها بتتظلم في الملعب، بيقعد يهيص ويهلل ويطلع في الاعلام ويقول لك انا والظلم والحكايه والروايه والكلام ده كله. لكن دلوقتي النادي الاهلي ما يعني خلاص سلك الطرق الشرعيه، الطرق الصحيحه، ان انت ابتديت تضغط، ابتديت تحسس الاتحاد الافريقي او الكيان اللي بيدير الكره في افريقيا ان انت قوي، وان انت لازم ان انت عندك ردع، ان انت ممكن في اي لحظه تاخد قرار هيأثر عليه، وان انت ممكن تلجأ للقنوات الشرعيه اللي هي اكبر من الاتحاد الافريقي. عشان كده الناس دي بدأت تبص لك بطريقه ان هي لازم تحقق لك العداله الكامله. اكيد. طيب، المفاجاه بالنسبه لي وانا بشوف حكام او لجنه الحكام الرئيسيه رئيسها عضو مكتب تنفيذي مش حكم دولي واسم كبير، لكن المفاجاه بالنسبه لي لقيت كيملي شونج حكم موريشيوس الشهير عضو في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي برأسها كولينا الايطالي. يعني الخبرات الافريقيه دي الاتحاد الدولي بيستفيد بيها ومش موجوده في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي. ده بالعكس عضو اللجنه اللي مع سليمان اوباري ايدي مايي صاحب المباراه الشهيره مع الاسماعيلي في نهائي افريقيا وصاحب المواقف السلبيه في مباريات كثيره. شوف، انا برضو يعني احنا عندنا مشكله كبيره احنا هنا في مصر، ان احنا حتى لما بيبقى في مسؤولين بيتولوا مناصب دوليه للاسف بيحاربوا المسؤولين اللي متولين نفس مناصبهم على المستوى المحلي. انا نفسي المسؤولين المصريين اللي بيتولوا المناصب الدوليه يساعدوا المسؤولين في الاتحاد المحلي ويساعدوا الانديه المصريه يعني يجيبوا لنا حقنا. يعني مثلا عند المهندس هاني ابو ريده في عضو المكتب التنفيذي، عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح برضو في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، المفروض الناس دي تساند وتدعم الانديه المصريه خاصه في الحق المصري. في الحق احنا ما بنقولهمش مثلا هاتوا لنا حاجه مش حق مش بتاعنا ولا الكلام ده، لا، احنا عايزينك تقف جنب النادي الاهلي او نادي الزمالك او بيراميدز او المصري او اي فريق مشارك في بطوله قاريه، في الحق في الحق. طيب، وقت خلص، بشكرك شكرا جزيلا. كان عندنا موضوعات كتيره ومباريات في الدوري، مباراه الاسماعيلي وامور كتيره جدا، لكن للاسف وقت خلص والوقت كان ضيق جدا واتكلمنا في موضوعات كتيره، لكن حلقه بالتاكيد اتمنى يكون خفيفه على المشاهدين. وسعيد جدا بحوارك معايا يا وليد، وسعيد جدا بكلامك معايا. انا كنت معاك النهارده. الله يخليك، شكرا لتوفيقك لك يا رب الفتره الجايه، ودايما كده مليء بالكواليس والاسرار ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمه من برنامجكم كلام في المدينه.